تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم برامجنا طبية صحية وتوعوية. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بدناكم فقرتنا، نبدأ فقرتنا التوعوية ويانا أختنا فقرة السوشيال ميديا ويانا أختنا أسماء الجناحي. صباح الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور دكتور، علينا علينا وعليكم وعلى كل متابعين إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير. نتريى فقرتك اليوم بتكون هذه الفقرة الأخيرة لسنة 2019، وطبعا حلقتنا الأخيرة في 2019، وإن شاء الله الحلقة الجاية بتكون في 2020. إن شاء الله نشوفكم عقب السنة الجاية. إن شاء الله. نحن إن شاء الله اليوم بنكون متواجدين في منطقة برج خليفة. نعم. فلاتنا في السنة بنكون موجودين ونتمنى من الكل يتابعنا، باحتمال بنصور الألعاب النارية، راح نطلع فيها لايف الانستغرام، بنطلع فيها لايف على البريسكوب كذلك. إن شاء الله ضبط الأرسال ويانا وكل الأشياء. راح يكون عندنا تقريبا مستشفى ميداني وفي مجموعة من النقاط اللي موزعة في البوليفارد، فهالأشياء كلها راح نصورها وراح نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي. دائما نحن موجودين هنا كل سنة، لأن نحن نبغى الناس تحتفل، وإذا تعبت تتم في مكان الاحتفال، يعني ما يطلعون من منطقات الاحتفال كثر ما نقدر. كذلك كل الهيئة مستعدة حق هذا اليوم، فيتابعونا ونحن كل هالأشياء راح نصورها وراح نحطها إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نوعي فيها الجمهور خلال اليوم الماضي، نعم، موضوع المشتريات من الأونلاين أدوية. صحيح. كل الدعايات اللي قاعد تسوي أونلاين، يعني ممكن تقول 100% كلها، يعني في شركات يعني معتمدة والناس تعرفها، لكن لما أنا أسمع من واحد مشهور يخلط أنواع أدوية ويا بعض، حتى هذا تكلمنا فيه في اللايف أمس، لما أشوف واحد قاعد يخلط لي أدوية من الصيدلية وهو مش طبيب، وبعدين ممكن من لبس باطل دكتور. صحيح. ممكن أنا بعد ألبس باطل وأطلع وأحط حذاء اسمي دي آر والناس شعرفهم يعني. صحيح. وهي نقطة مهمة خاصة بخصوص الأدوية، لأن الأدوية يعني حتى مضاعفات أدوية معينة تكون شديدة على الجسم، أو في ناس ما تتحملها، أو تكون عندها تعرفين يعني مضاعفات كبيرة على الأشخاص، أو عندهم حساسية تكون منها. صحيح. وايضا دكتوره في بعض الاشخاص يقول مثلا في حطوله الخيله وهالاشياء، ممكن هي مفيده لكن انت تاخذ مجموعه من الادويه يمكن هاي تتضارب مع الادويه اللي انت تاخذها، فلازم ترجع فيها مع شخص مختص. صحيح. ودائما يقولون تاهو شيء طبيعي، اذا ما فادك ما يضرك. لا لا لا، احتمال كبير انه يضرك، يعني كونسبت يعني اذا ما فادك ما يضرك، لا هذا غير صحيح حتى لو كان المنتج طبيعي. وحتى أدويتنا الشعبية أسماء يعني لها شروط معينة، يعني لاحظي يداتنا الله يحفظهم أمهاتنا حتى يوم يعني يوصفوننا الدواء أو يخبروننا أن ناخذه، تحسبهم أن في أشياء معينة أو شروط معينة، هذا ينأخذ كذي، هذا ما ينأخذ بهالطريقة، تأخذين الصبح تأخذين في الليل. صحيح. فحتى
قبل دكتور ما كانوا ياخذوا كل هالادويه الكيميائيه اللي ناخذها. يعني مرضى الضغط منهم يعني اغلب الاشخاص عندهم ضغط، اغلب الاشخاص عندهم سكري، ممكن دواك يتضارب مع هالدواء. صحيح. يعني انت ما تقول احنا ناخذ نحن صغار زي امك صغيره ما بتاخذ هالادويه. فهي من ضمن الاشياء اللي احنا كنا مركزين عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، وايضا في حلقتنا اللي كانت لايف امس نتكلم عن الاستعداد للعام الجديد. من ضمن الاشياء اللي وايد يعني احب يعني اذكرها ان كل سنه نحن نحط اهداف وتخطط سنه وما نحققها، هاي من الاشياء اللي ركزنا عليها. الحلقه بعدها موجوده على البريسكوب، موجوده على تويتر، يرمون يرجعوا لها. كنا نتكلم عن الاهداف، حط اهداف صغيره عشان توصل، مو بلازم انت تحط يعني انا عقب 10 سنوات بسوي 1 2 3 4. إنزين أنت شو الطريقة؟ الطريقة أنت رسمت الهدف بس ما رسمت الطريقة اللي توصلها لها الهدف. أي درب بتاخذ؟ بتاخذ سيارة ولا بتمشي؟ يعني تبين واحد يعرف يعني. ثاني شيء تبسيط أسماء الأهداف وايد مهم، يعني ما أحط هدف يعني جدا كبير. صح يعني حلو الطموح بس أحطه بطريقة أنا يعني أوصل له، وأوصل إن شاء الله بطريقة الأعلى منه. يعني مرات نحط أشياء وايد يعني تكون كبيرة في نص الدرب تعجيزية. هذه صحيح. فهذا شكلنا هالأشياء اللي كنا مركزين عليها، ويوم تركيز كبير على المستشفى الميداني اللي عندنا والنقاط الميدانية اللي عندنا. وإن شاء الله يعني كي يتابعنا ويشوفوا، نتمنى لهم يعني عام سعيد. ونحب نقول لهم يعني أنت رسالة إيجابية أن يا جماعة إيجابية مو بشعارات تقول أنا إيجابي وإيجابي وإيجابي وإيجابي. الإيجابية ليست شعارات بل هي تصرفات. صحيح. فكر بإيجابية وأؤمن بروحها. ممكن أنا أقول أنا إيجابي لكن أنا ما أفكر بإيجابية. صحيح صحيح. ففكر بالطريقة الإيجابية، حاول أن تعرف شو الأشياء التي تفكر فيها بطريقة غير إيجابية وشو المرادفات لها. حاول تخلي المرادفات حتى في حوارك، في كلامك، في طريقة تفكيرك. وانتبه متى ما أنت تفكر بطريقة ثانية. ودمتم الصحة والسعادة، ونتمناكم كل عام وعام جميل وسعيد و2020 بدون ما تجيبون العيد فيه. إن شاء الله للجميع، وعامك أسعد أسماء الجناحي، طبتي بصحة وسعادة. شكرا لك مستمعينا، هذه كانت فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. بننتقل لفقرتنا التوعوية. اليوم موضوعنا جدا مهم ويتعلق بالأقضية اللي تعمل كمضادات حيوية طبيعية. طبعا هاجس المضادات الحيوية يعني يأثر على الجميع، في ناس تفضل وفي ناس تفضل تبتعد عنه. هو له دور مهم جدا، بس يختار محتاج أنه ينعطى في حالات معينة وحالات تحتاج له، سواء عدم أخذه أو الإسراف في أخذه، كلهم لهم أضرار معينة. بس خلونا نتعرف أكثر على الأقضية اللي تعمل كمضادات حيوية كذلك وتكون طبيعية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. صبحت الله بالخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور حبيبتي. حياك الله ويانا. طبعا موضوع جدا مهم وحيوي كذلك وضروري للجميع، فحابين نتعرف أكثر عنه. إن شاء الله. زي ما حضرتك تفضلتي وحكيتي إن المضادات الحيوية طبعاً تستخدم في كثير من المجالات لعلاج العديد من الأمراض، سواء قتل أو تثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا أو الفطريات. وأول ما يتبادر في ذهن الإنسان على طول كلمة مضادات حيوية تذهب إلى العقاقير الطبية، ولكن لفترات طويلة ومنذ عقود طويلة كانوا يستخدم الأغذية في علاج بعض هذه المضادات، في علاج بعض هذه الأمراض، وتعمل سلوك المضادات الحيوية. لأنه زي ما الجميع والأطباء نفسهم عارفين كمان، في بعض الناس بتخاف تستخدم المضادات الحيوية خاصة لفترات طويلة لأنها تؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجسم خاصة الموجودة في الأمعاء. لذلك أحيانا يلجأ الناس إلى استخدام بعض المضادات الطبيعية، وإحنا حتى بننصح إنه ممكن الإنسان يستخدمها بشكل خلينا نحكي دوري قبل حدوث المرض لتقوية جهاز المناعة. صحيح. لدى هاي الأشخاص نحكي على بعض المواد الغذائية اللي تعمل كمضادات حيوية طبيعية في الجسم. نبدأها بالثوم. الثوم منذ القدم كان يستخدم لعلاج الميكروبات والفطريات والفيروسات والعديد من أنواع البكتيريا. الثوم له عدة فوائد، يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يرفع جهاز المناعة لدى الإنسان، يساعد في منع أكسدة الدهون، له العديد من الفوائد في الجهاز الهضمي، محاربة الديدان، الطفيليات، بالإضافة أنه يحتوي على العديد من العناصر المعدنية
اللي بتقوي جهاز المناعة ومهمة للجسم وللعمليات الحيوية التي تتم في الجسم. ثاني هذه المصادر اللي هو العسل. العسل تم استخدامه منذ عصور قديمة من المصريين القدامى اليونانيين كانوا يستخدموا العسل في علاج الجروح كضمادات. نعم. لكن طبعا بمعايير معينة، ومعروف أن العسل سواء تم تناوله عن طريق الفم أو استخدم كمضادات فإذا تأثير المضادات الحيوية لكن في تركيبات معينة. طبعا هذا بسبب محتوى تركيبة العسل اللي تحتوي على كثير من المواد المفيدة. صحيح. في عام 2017 تم اعتماد منظمة الغذاء والدواء اعتمدت على نوع من أنواع العسل يستخدم كتطميد الجروح ويستخدم حاليا حتى في الضمادات الطبية بما له من تأثير ممتاز في مساعدة في التئام الجروح. بعدين عندنا الزنجبيل. الزنجبيل طبعا معروف وكثير من الناس تستخدم الزنجبيل. طبعا الزنجبيل يعتبر مضاد حيوي ضد مسببات الأمراض خاصة التي تنتقل عن طريق الغذاء، يساعد في التخفيف من عسر الهضم، له العديد من الفوائد في نزلات البرد وفي الوقاية من بعض الأمراض. نعم. بعدين عندنا القرنفل. القرنفل برضه معروف منذ القدم، ومنذ القدم كان يستخدم القرنفل في علاج أمراض الفم، التهابات اللثة، ألم الأسنان، تسكينها. وفعليا أثبتت كثير من الدراسات الفائدة الكبيرة من القرنفل، ويصبح الآن يستخدم في كثير من العقاقير والكريمات أو الجلد اللي بتستخدم لعلاج اللثة وتسكين ألم الأسنان. طبعا عندنا بعدين الزعتر. نعم. الزعتر وزيت الزعتر. يستخدم زيت الزعتر في علاجات غالبا علاجات خارجية فقط، لكن يخفف مع زيوت أخرى مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لأنه ما محام، يعني إذا استخدم مباشرة ممكن يهيج الجلد، لكن له فوائد كثيرة أخرى في العناية بالبثور أو الحروق أو الجروح اللي ممكن تظهر في على جلد الشخص. ممتاز. يعتبر من المضادات زيت الروش الزعتر أو زيت الزعتر جدا جدا مفيد في هاي الوقت كما أثبتت الدراسات. عندنا الأوريغانو. أثبتت كثير من الدراسات أنه له دور مهم في المساعدة في علاج قرحة المعدة والحد من الالتهابات، الالتهابات سواء المعدة أو التهابات الجهاز الهضمي. ودوره ليس فقط مضاد حيوي بل أيضا هو يعتبر من المضادات الأكسدة اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم، له دور أيضا كمان في معالجة الالتهابات الفطرية. الالتهابات الفطرية اللي تظهر على البشرة وعلى الجلد جدا جدا مفيد في علاجها، له دور أيضا في معالجة التهابات الجيوب الأنفية. نعم. يستخدم في هذه الحالات. أيضا عندنا الكركم. الكركم يستخدم طبعا هو من التوابل اللي احنا نستخدمها في العديد من الأكلات سواء الشعبية أو على نطاق واسع، له الكثير والعديد من الفوائد كمضاد للأكسدة. في مواد مادة الكركمين الموجودة فيه لها خصائص فعالة في علاج العديد من أنواع الجراثيم والبكتيريا المسببة لقرحة المعدة وعلاج الأعراض الناتجة عن الحساسية الأنفية والحمى. فالكركم يعتبر يعني إحنا جدا نسعى إنه نخلي الناس تستخدم في كثير لو كمية بسيطة بسيطة بس أثناء إعداد الطعام. نعم. عشان تأخذ الفائدة المرجوة من. نعم. الكركم. والحمد لله أستاذ سوها كذلك يعني اللي ذكرتيهم أنواع الأغذية كذلك هذه متوفرة في كل بيت يعني الحمد لله ويقدر سهلة الاستخدام. في هاي المواد الطبيعية اللي بين إيدينا لا صحيح دخلي سوم في العديد من الأكلات. صحيح. لا يعني ممكن تجيك أم تقولك أنا أصلاً ما بحب الطعم، لا تظهر الطعم لكن خلي الفائدة، خذي الفائدة منه. فأنت
لما درهم وقاية خيرا من كثر علاج. ونقطة ذكرتيها كذلك، النقطة ذكرتيها كذلك أن الواحد يأخذها من البداية كوقاية كذلك بالنسبة لهذه الأغذية اللي ذكرتيها. أسعفنا الوقت أستاذ سهى، الموضوع جدا مهم وطبعا بيفيد فئة كبيرة كذلك من الناس، لأن الأغذية اللي ذكرتيها موجودة في كل بيت وسهل تناولها ونتناولها بشكل يومي ونحتاج نركز عليها. اختصاصية بس نعم. ملاحظة صغيرة أنه مضبوط هذه الأشياء موجودة وممكن نتناولها، لكن دائما نحكي علينا أن لا نفرط في تناولها ونراعي الحالات الصحية اللي ممكن تكون موجودة عندنا. وطبعا إحنا ساعات بتفصلنا عن عالمنا الجديد 2020، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة والصحة للجميع إن شاء الله. اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ سهى نوفل، شكرا لك وكل عام وأنت وصحة وسعادة. استمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية والتغذوية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-51414 ورسائل نصية على 4006. حياكم الله. طبعا بنتكلم الحين عن دراستنا، وتقول الدراسة البدانة في منتصف العمر خطر يهدد بالخراف لاحقا. قالت نتائج دراسة جديدة من جامعة أكسفورد أن البدانة في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخطأ بالخرف بنسبة 21%. كما اعتبرت نتائج الدراسة أن البدانة عامل الخطر الأكثر تأثيرا مقارنة بنوعية الطعام. هذا أول ركن، يعني الأكل لا يلعب دور كبير من ناحية من ناحية الخطر بخصوص الخرف اللي متعلق بالبدانة وقلة النشاط والحركة. تمتاز الدراسة بالعدد الكبير للمشاركين فيها، حيث شملت البيانات الصحية لأكثر من 1.1 مليون شخص، يعني مو بعدد بنقول بالآلاف، لا يعني مليون شخص. وطول فترة المتابعة واللي استمرت 15 عام، وهذا يعطيها بعد قوة أنها فترة طويلة مو بسنة أو سنتين، 15 سنة، يعني جيل وطلع جيل ثاني وراء. نشرت نتائج الدراسة في دورية نيورولوجي وقالت أن الخرف يبدأ في التطور قبل 15 عام من ظهور أعراضه، وأن ذلك يفسر تأثير البدانة في منتصف العمر ثم ظهور المرض لاحقا بعد ذلك بعدة سنوات. وحذرت النتائج من استمرار البدانة لسنوات طويلة منذ منتصف العمر وحتى بداية الشيخوخة، لأن ذلك يزيد احتمال الإصابة بالخرف. يمكن هاي يعتبر واحد من الأمراض اللي تسببها كذلك البدانة. ولاحظنا من ناحية نقول الخرف أو من ناحية النسيان، اللي يعني الواحد يكون مب نسيان يكون طبيعي أو خفيف، يكون نسيان يعني وايد مؤثر على حياة الشخص كذلك. فهذا الشيء يعني كله ارتباط يعني مع هالدراسة ربطوه كثير بالبدان، وخاصة في منتصف العمر، يعني يكون الشخص يعني صغير في بدايات عمره، ومع الوقت يأثر هذا الشيء كذلك على حياته المستقبلية. فهذا الشيء كله طبعا يقدر الواحد يتقي أو يبتعد عنه بممارسة يعني نمط حياة صحي متوازن كذلك، ويأثر كذلك على حياته المستقبلية. الأكل نوعية تأثر، ممارسة الرياضة أو الحركة، أي نوع حركي كذلك يأثر على نوعية هذا الشيء ويقينا من أمراض كثيرة من بينها الخرف. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الحين، وبنتكلم عن خدمات صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. طبعا صندوق الصحة أحد الوحدات التنظيمية المهمة اللي حرصت هيئة الصحة بدبي على تضمينها لهيئة
هيكلها التنظيمي لتقديم خدماتها الإنسانية للمرضى المعوزين بمختلف المستشفيات التابعة لها بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين. وللحديث عن هالخدمات يصرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم محمد بن لاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ سالم. خير والنور دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك، حياكم الله ويا الله يعطيكم ألف عافية. يعني أنتم بغيتوا تختمون ويانا لنهاية السنة؟ إن شاء الله ختامه مسك. الله المستعان. الله يعطيكم العافية. طبعا صندوق الصحة لخدمات كثيرة ودور كبير كذلك، وطبعا ما في شيء يعني أقل من الصحة، فحابين نتعرف أكثر عن أهداف ومهام هذا الصندوق. طبعا دكتورة، حرصت هيئة الصحة يعني في لما ضمنت صندوق الصحة في الهيكل التنظيمي على أساس أنه يكون داعم للقطاع الصحي يعني، والمستفيدين منه، وتعزيز الرعاية الصحية يعني من كل الجوانب، يعني الإنسانية والاجتماعية والبحثية والابتكارية يعني. فعلى أساسه يعني كانت أهداف صندوق الصحة يعني دعم الجوانب هذه، طبعا بالاعتماد على الشركاء الاستراتيجيين يعني من فئات المجتمع بشكل عام. نعم. بالنسبة لصندوق الصحة يقدم خدمات كثيرة، فحابين نتعرف أكثر عن هالخدمات اللي يقدمها صندوق الصحة. هو أنا بعطيك يعني شكرا نقولين ملخص يعني نقول إحنا رحلة السنة كاملة. نعم. بالنسبة لدعمنا أو لدعم الشركاء والبرامج اللي تم إطلاقها خلال السنة و يعني خلال سنة 2019 الحمد لله. فطبعا بدعم شركات الشركاء والجمعيات الخيرية قدرنا نغطي أكثر من 700 أو 670 مريض يعني تم التكفل بهم من خلال الجمعيات الخيرية يعني. نعم. وطبعا الهيئة يعني أو الصندوق يعني من خلال هيئة الصحة أطلق أكثر من مبادرة خلال 2019 يعني استمرارية برنامج إنقذ قلبا. نعم. وخلال 2019 قدرنا نغطي أكثر من 63 مريض يعني تم دعمهم بالكامل يعني في برنامج التكفجة والباقة العلاجية كاملة يعني. ممتاز. استفادوا من برنامج العلاج ورجعوا طبعا شكل ما نقول إحنا من مكان مريض وكان ممكن يكون يعني يتحول لأكثر من هذا. نعم. إلى يعني فرد منتج في المجتمع وطبعا يعني يفيد أهله ويفيد الدولة يعني. إلى جانب طبعا إحنا الحمد لله قدرنا نطلق السنة اللي هو الكلى أو القسطرة الدائمة لمرضى الكلى. نعم. ولنا الحين استفاد فيها أكثر من 26 مريض ما شاء الله يعني. وطبعا نأكد أن بدعم المجتمع ودعم المؤسسات والشركات الخاصة والجمعيات الخيرية يعني في دعم المرضى هذه يعني. البرنامج مساعدة اللي هي المظلة الرئيسية لدعم الحالات الإنسانية بشكل عام يعني كل أي شيء بالنسبة للمريض. نعم. غير المبادرات هذه يعني قدر يغطي أكثر من 650 مريض خلال 2019 الحمد لله. طبعا ما بنقول لكم الارقام الماليه على اساس ما حد يحسدنا يعني. الله يعطيكم العافيه صراحه يعني هذا مجهود تشكرون عليه يعني انك يعني اهتمام بصحه الافراد وخاصه الغير قادرين على ان يعني في اشياء معينه او ظروف معينه تعجزهم عن هالشيء، فيعني واقل شيء صحه الشخص يعني لا تقدر باي ثمن يعني ما تقدر تقدرها باي ثمن يعني حتى لو جزء بسيط من صحه الشخص. نحن الحمد لله جذبنا يعني أو شكل ما نقول كسبنا يعني ثقة المؤسسات الخيرية والمؤسسات الحكومية والداعمين يعني اللي هم لبرامجنا يعني لدرجة أن إحنا يعني قدرنا أن نغطي يعني خلال السنة أكثر من 1500 مريض يعني دعم كامل لعلاجهم يعني. غير البرامج الثانوية اللي هي نعتبرها يعني من البرامج اللي تم تحويل المرضى عليها مثل برامج الأدوية، استفاد أكثر من 220 مريض يعني في الأمراض الخطيرة المزمنة والمكلفة يعني اللي هي تكلفتها عالية. المرضى استمروا في برامجهم العلاجية الحمد لله يعني ما انقطعوا منها كأدوية لأكثر من مرض اللي هي السرطانات على
أمراض التصلب اللويحي، الأزمة، نقول الصدفية، يعني كل الأمراض هاي شملتها برامج الأدوية اللي يعني تكلفتها عالية. المريض استفاد أكثر من 70 أو 80% من تكلفة العلاج من خلال هاي البرامج يعني. ممتاز أستاذ سالم. طبعا السؤال اللي يعني أكيد فئة كبيرة من المستمعين حابين بعد يعرفون أن كيف الواحد يستفيد من هالخدمات أو كيفية الاستفادة من هذه الخدمات؟ طبعا احنا يعني الخدمات هاي تقدم في هيئة الصحة يعني حسب يعني التخصص، يعني الأمراض هذه أو العلاجات هاي كلها متوفرة الحمد لله في هيئة الصحة. نعم. المريض طبعا أو المعسر اللي ما قادر يغطي تكاليف علاجه، طبعا المريض بيوجهه الدكتور بيوجهه إلى الخدمة الاجتماعية. الخدمة الفريق الخدمة الاجتماعية يقيم الحالة الاجتماعية والمالية بالنسبة للمريض هذا مع ضرورة العلاج يعني، ويتحول مباشرة لمكتب صندوق الصحة لأخذ القرار في نوعية الدعم له يعني. ممتاز. طبعا أكيد أي مبادرة أو أي خدمة يكون لها شركاء استراتيجيين، فمن هم شركائكم الاستراتيجيون في تنفيذ هذه المبادرات؟ طبعا احنا شركائنا الاستراتيجيين احنا نقول ان هذا تبرع ودعم انساني، وهذا فعلا المجتمع بشكل عام يعني يعتبر داعم رئيسي يعني. ممكن يعني بعد الحلقه ممكن يتصل في اي متبرع ويحاول ان يغطي لنا بعض الحالات. عندنا الجمعيات الخيريه تعتبر من الداعمين الرئيسيين، الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري تعتبر من الداعمين الرئيسيين، الأوقاف وشؤون القصر يعتبروا من الداعمين بالنسبة لنا. تقريبا المؤسسات الخاصة والحكومية لها دعم يعني في بعض البرامج الحمد لله يعني. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ سالم. أستاذ سالم، كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا خلال البرنامج. أنا أقول إن شاء الله نحن نتمنى إن شاء الله يعني مع نهاية 2019 و ودخول 2020 إن شاء الله أن الناس يكونون في يعيشون في صحة وأمان يعني يعني، وهذا هدف حكومتنا يعني أن أي مقيم في الدولة يكون في صحة وأمان يعني، وهذه الأساس في يعني شكل ما نقول نحن في احتياجات الإنسان المقيم في يعني في الدولة يعني. فإن شاء الله نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس، ونقدر يعني نكسب أكبر شريحة من المساهمين أو الداعمين لبرامجنا لضمان استدامة البرامج هذه إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ سالم حمد بن لاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. طبعا مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص خدمات صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 600-404. حياكم الله. طبعا في فقرتنا الحين بنتكلم عن خدمات قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة. تمكن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال خلال السنوات الماضية من تحقيق سمعة متميزة على مستوى المنطقة في مختلف التخصصات الطبية بما فيها أمراض النساء والولادة، اللي يتميز المستشفى بكفاءة العالية في تشخيص وعلاج هذه الأمراض بمختلف أنواعها وفقا لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة أمل القدرة، استشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صباح الله بالخير دكتورة أمل. أهلين، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير في حلول عام 2020. وكل عام وأنت بخير وبصحة وسعادة. دكتورة أمل، حابين نتعرف أكثر عن أو تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها قسم النساء والتوليد في مستشفى لطيفة. طبعا مما لا شك فيه مستشفى لطيفة يتميز بسمعة متميزة في هذا المجال،
طبعا في مجال الطب والنساء والولادة والأطفال. نعم. الخدمات اللي احنا نقدمها في هذا المستشفى طبعا هذا ناتج عن القيادات الرشيدة في دولتنا الحبيبة، قيادة حكامنا وقيادة الناس المسؤولين في هيئة صحة دبي ومن بعدهم رؤساء الأقسام، رؤساء المستشفيات، لا يألو جهدهم عن توفير كل الرعاية الصحية للمرضى للحوامل والنساء بشكل خاص، التقنيات الحديثة، نستقطب جميع التخصصات اللي تخص هذا المجال بالذات من كوادر طبية ذات مهارات عالية جدا. نهتم طبعا بالحوامل، بالذات بالحوامل يحتاجوا إلى رعاية معينة مثل الحوامل اللي يكون الحمل في حالات حرجة منه، مصاحب للحمل حالات السكري العالي، حالات الضغط، ممكن تسمم الحمل، حالات الأطفال الحوامل المصاحب للتشوهات الجنين الخلقية، كل هاي الحالات تتحول لمستشفى لطيفة من يعني نحن الباب مفتوح لدينا لهاي الحالات تتحول من جميع المستشفيات. بالإضافة لحالات الحوامل نراقبها من حتى من قبل الحمل، نعطي الاستشارات الطبية لهذه الشريحة من النساء، نراقب الحمل على العنكثب بقرب، ثم ما تأتي الولادة ثم ما بعد الولادة. ممتاز. نحن نراقب حالات نسائية. نعم. مثل الحالات طبعا استحدثنا قسم من خلال 5 إلى 6 سنوات سابقة إلى الآن جراحة المناظير النسائية. ممتاز. وطبعا أحرزنا نجاح باهر لدرجة أنه نحن طبعا في مستشفى لطيفة بسبب القيادات الرشيدة نشجع على السياحة العلاجية. ممتاز. خصصنا عيادة. نعم. تستقطب الحالات اللي يعني تجينا من خارج الدولة، ونسهل لهم كل التسهيلات، نستقطبهم، نشوفهم في نفس اليوم، نعمل لهم كل التحاليل الطبية اللازمة، ممكن نجري لهم العمليات اللازمة، طبعا تكون عمليات جدا جدا خاصة وعمليات جدا صعبة، ولكن بسبب وجود المهارات العالية من الأطباء الحمد لله الحمد لله باءت كلها بالنجاح الحمد لله. وخاصة جزء يعني بالنسبة لجراحات المناظير لها دور كبير ويعني علم يعني يمكن يكون مختص بذاته، يعني بدال العمليات طبعا الروتينية العادية جراحة المناظير يعني وايد تسهل سواء على الطبيب وسواء كذلك على المريض. طبعا هي تحتاج إلى مهارات عالية جدا. صحيح. من التخصص، يعني لازم تجرى على أيدي أطباء ماهرين. صحيح. استقطبنا بعض الدكاترة، يعني ممكن نعدهم بالواحد على مستوى العالم. ممتاز. الحمد لله، وهذا طبعا بفضل القيادات الرشيدة اللي هيئت لنا هذه النوعية من الأطباء، وحرصنا أنه على أيديهم ندرب الأطباء بالذات الإماراتيين. ممتاز. فنحرص أنه ندرب بناتنا إن شاء الله عشان بإذن الله يكونوا يعني نعطي هذه المهارات ونفيد المجتمع، نفيد بناتنا، نفيد إن شاء الله مرضانا من جميع أنحاء العالم إن شاء الله. دكتورة، عطيتينا فكرة يعني وجيزة عن الخدمات اللي يقدمها القسم، فطبعا أكيد عندكم حالات معينة مرضية تراجع القسم، أو يعني نقدر نقول عنها أبرز الحالات أو أكثر الحالات اللي عندكم مراجعة للقسم. طبعا احنا نهتم جدا بالحوامل، حالات الحرجه للحمل. نعم. بالاضافه لوجود قسم علم الاجنه وهو يقوم على مراقبه الحمل، حالات الحمل الحرجه زي ما ذكرت، مراقبه علم الحمل المبكر. نعم. بما في مثلا الحالات اللي بتكون حرجه مع الحمل في فتره اول 3 شهور من الحمل،
كذلك لدينا قسم خاص بكفاءة ومهارات طبية عالية، قسم السلس البولي. خصصنا 3 أيام بالأسبوع لهذا التخصص. نعم. وجود كذلك حالات المناظير، جراحة المناظير ما شاء الله. إحنا نقوم بإجراء العمليات في جميع يعني أمراض النسائية، مثل الأورام الليفية، مثل النزيف المهبلي الحاد، مثل حالات بطانة الرحم المهاجرة، حالات سرطان الرحم. بالنسبة لسرطان الرحم أو سرطان المبايض، وجود تحدثنا وجود تخصص نسائي سرطانات الجهاز التناسلي للمرأة. فالحمد لله يعني استكملنا تقريبا جميع التخصصات، ممكن نقول المعقدة، في قسم النساء والولادة في مستشفى لطيفة. ممتاز. ونحن نفتح الباب لأي مريضة يعني تيجي على مستشفى لطيفة. الحمد لله تجد كل الرعاية الكاملة من بداية رحلتها العلاجية إلى إن شاء الله تكون بالسلامة. إن شاء الله. دكتورة، حابين نتعرف أكثر عن عدد المراجعين الشهري لقسم النساء والولادة. بالنسبة للعدد المراجعات في قسم النساء والولادة بالسنة، يعني ممكن أقول لك بسنة 2018 حاضر لدي الحين الستاتيستكس، الإحصائيات تقول إنه إحنا شفنا تقريبا 11 إلى 12 ألف مراجع. ما شاء الله. أعتقد في عام 2019 زادت، لأنه إحنا فتحنا الباب المجال للسياحة العلاجية. فعادة يوم الثلاثاء الصباح يكون عندنا نستقبل كل الحالات بدون موعد، ووكن. نعم. يجوا من كثير من الدول اللي احنا استقبلنا، من باكستان، استقبلنا من فرنسا، استقبلنا من امريكا ما شاء الله. فما شاء الله يعني كانت في العيادة تكون كثير كثير زحمة ما شاء الله، ولكن الحمد لله لدينا الكفاءات والمهارات الطبية والجودة. الحمد لله. دكتورة، طبعا هذا بخصوص عدد المراجعات الشهري. بالنسبة للولادات السنوية كم يكون عددها بخصوص في مستشفى؟ ما شاء الله لدينا بالإحصائيات حسب 2019 ممكن أقول لك تقريبا 5000 ولادة بالسنة، يعني قولي بالشهر 400 إلى 450 ولادة. وطبعا بعد إحنا فخورين إنه لدينا الحين خلال شهر أو شهرين سيفتح توسعة كبيرة لقسم الولادة. نعم. حتكون ما شاء الله من أحدث الغرف، وعلى معايير عالية جدا من التقنية لغرفة الولادة. لدينا تقريبا 20 غرفة ولادة ما شاء مستقلة. الله. اوكي، فاحنا خلال شهر او شهرين باذن الله سوف نفتح ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. اكيد عدد الولادات حيزيد. أكيد ان شاء الله. وهذا دكتوره يعكس مدى ثقه المتعاملين او السيدات بمستشفى لطيفه كذلك، يعني طبعاً. هذا وايد يعكس يعني بالنسبه للخدمات اللي يوفرها المستشفى، كذلك التقنيات، يعني حتى يعني هذا الشيء عكس على نجاح هذا المستشفى. دكتوره، طبعا بالنسبه لي الإحصائية بخصوص عدد الولادات السنوية، كم منها تكون نسبة العمليات القيصرية؟ نسبة القيصريات طبعا إحنا واحد من أهم أهدافنا في المستشفى. نعم. ونواكب عليه ونعمل إحصائيات إنه نشوف نفسنا وعلى يعني أين نقف إحنا من هذا كله، إنه لازم نحفز على الولادة الطبيعية. نعم. وبالتالي القيصريات تقوم على أسس علمية، ولازم يكون فيها قرار من استشاري أو أخصائي يعني متخصص، عشان نسمح للولادات الطبيعية أنها تكون يعني الماجوريتي من مرضانا يولد طبيعي. لكن إحنا في بعض الحالات، نعم، اللي هي ما فيها قولان لازم يعني نسوي لها قيصرية. نسبة القيصريات في مستشفى لطيفة مع وجود هذه الكمية من الحالات الحرجة اللي تحول إلينا من مستشفيات أخرى توصل إلى 20 إلى 25% فقط من مرضانا، سواء هم
قيصرية في بعض الأشهر وصلت ل30%، ولكن إحنا ما شاء الله يعني على البنشمارك العالمي اللي هو خط درجة البرسنتج النسبة العالمية للقيصريات، نعم. ما شاء الله أقل بكثير من الحمد لله. من الدول الثانية. الحمد لله. دكتورة طبعا يعني نفس ما ذكرتي في حالات معينة تلجؤون للجراحات القيصرية أو العمليات القيصرية للولادة، فشو الشروط اللي تكون موجودة عساس الشخص يعني أو أنكم تحددون إجراء هذه العملية للمرأة الحامل؟ طبعا في أسباب كثيرة للقيصريات، نعم. في منها أسباب لازم يعني يستحتم علينا أن نعملها قيصرية، مثلا حالة الحمل بعد قيصريتين، نعم. أو حالة حمل بعد قيصرية ومثلا عندها كانت سابق جراحة شيل ورم ليفي فتح في بطانة الرحم، أو حالة مريضة ممكن تكون أول مرة حامل بس عندها ورم ليفي استؤصل وفتح بطانة الرحم. نعم. في حالات أخرى مثلا حالات قيصرية المشيمة نازلة تكون تحت. المشيمة نازلة ممكن لو إحنا سمحنا لها طول الطبيعي تدخل في نزيف حاد، أو تكون المشيمة لازقة ببطانة الرحم طبعا لازم قيصرية، أو البيبي يعني نازل بالأرجل فما بينفع إنه يتولد طبيعي. نعم. وفي حالات تدخل في ولادة طبيعية لكن الحوض بيكون صغير بيكون غير مناسب لحجم الطفل الجنين، فعدم تناسب نسبة وتناسب بين الحوض وبين الجنين أو بين وزن الجنين، فإحنا بنراقب الولادة، ولكن بالنهاية تستحكمنا أحيانا بعض الأشياء اللي ممكن نروح ولادة قيصرية. صحيح. وأهم شيء لا نعرض المرأة والجنين للخطر. صحيح. يعني هاي نقطة جدا مهمة. أشكرك دكتورة أنك ذكرتيها. طبعا لازم يعني مو عشان إنه إحنا والله لازم طول الطبيعي إنه إحنا نعرض الجنين للخطر، لا، في نقف عند نقطة معينة نعرف يعني ما شاء الله دكاترتنا عندهم تقييم للحالات دائما بيكون صح. في نفس الوقت إحنا كل يوم يوميا لدينا اجتماع الصبح، نعم، نقف على كل الحالات اللي تسوت لها قيصرية ونراجع التخطيط تبع البيبي ونراجع الأمور ونعلم فيها دكاترتنا الجونيورز إنه هل مثلا هذا اتخذ فيها المعايير الطبية كذا، والحمد لله دائما دائما ما شاء الله إحنا يعني بنكون على يعني الإجراءات اللي تكون أخذت في التقرير أو قرار العمليات يكون صحيح. الحمد لله. والجميل كذلك دكتورة يعني النقطة كذلك أنت ذكرتيها الحين أن في متابعة لهذه الأمور، يعني حتى طبعاً. لو تحدث بالليل تحدث أي وقت في متابعة ثاني يوم يعني كل 24 ساعة أن لي يعني اتخاذ نفس الشيء القرار متابعة العمل في هذا القرار، وفي النهاية يعني الهدف سلامة الطفل والأم في آن واحد. طبعا أهم شيء سلامة الأم والطفل. صحيح. وأي شيء بيحصل خارج هذا النطاق يعني نكون في اجتماع يكون في حاجة اسمها action plan، نغير أحيانا من أسلوبنا، نغير أحيانا من يعني مثلا نكون مثلا حاطين نظام للعلاج معين شفنا أنه ما يمشي لا نغيره، فإحنا على طول نعمل statistics إحصائيات للقيصريات إحصائيات للولادة الطبيعية نشوف إحنا ماشيين صح ولا لا. صحيح. التدريس طبعا كل يوم أربعة إحنا عنا ساعتين تدريس للدكاترة كلنا in general، فلازم في بحث لازم في نستمتع طبعا في إنه آخر ما توصل إلى العلم في هذا المجال، فالحمد لله الحمد لله إحنا فخورين إنه نعمل في هذه المنظومة الصحية الحمد لله. الحمد لله. طبعا دكتورة مستوى يعني تغنية وحتى مستشفى لطيفة كمستشفى للنساء للأطفال يعني مكانة كبيرة، وكذلك الثقة يعني اللي المتعاملين يعني عاطينها المستشفى كذلك يعني هذا يعكس كذلك دور يعني العاملين في المستشفى دور إدارة المستشفى كذلك، وكذلك يعني يعني بنتكلم أكثر عن التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة المتوفرة في قسم النساء والولادة، واللي طبعا أكيد لها دور يعني في أي مكان، يعني كل ما طورت شيء كل ما عطاك نتيجة أكثر، فحابين نتعرف على التقنيات والأجهزة المتطورة المتوفرة عندكم. طبعا
دائما على مستوى هيئة الصحة كامل نشوف أنه دائما التقنيات الحديثة تستقطب أول بأول. أنا أتكلم عن مستشفى لطيفة. نعم. حاليا إحنا عندنا توسعة في غرف العمليات. نعم. وتوسعة في غرف الولادة. ما شاء الله، يعني مثل ما تفضل، مثل ما تقدمت أول، إحنا فخورين إنه نعمل في هاي المنظومة. ما شاء الله المبنى الجديد لغرف العمليات والمبنى الجديد لغرف الولادة يعني بصراحة يشرح الصدر. في كل الأجهزة، يعني أنا لأنه كنت واحدة من الناس اللي كنا في بداية المشروع، لنا الحين إنه المشروع تقريبا سنة ونص وحيكمل قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله. الأجهزة من أحسن الأجهزة، سواء التصوير، سواء أجهزة العمليات، سواء المونيتورز، سواء الأجهزة غرف العمليات. بالنسبة للمناظير جبنا من أفضل الشركات العالمية، فالحمد لله الحمد لله. يعني الدولة ما مقصرة معنا في أي شيء نطلبه، على طول يكون جاهز بإذن الحمد الله. نتمنى لكم الحمد لله. كل ما شاء الله ما شاء الله. الله احنا فعلا فخورين انه احنا في مستشفى. الحمد لله. نتمنى لكم كل التوفيق. الدكتورة أمل قدرة، استشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. شكرا لك دكتورة، وكل عام وحبيبتي الأخت عايشة، وكل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بصحة وسعادة. الله يسلمك، وأتمنى سعادتنا لكل مرضانا ولكل حواملنا بولادة إن شاء الله الطبيعية. إن شاء الله. والله يرزقهم بكل خير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك، الله يسلمك، هلا حبيبتي. شكرا دكتورة أمل. مستمعينا، كانت هذه آخر فقرة لنا اللي هي خدمات قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة. طبعا اليوم بتكون آخر فقرة لنا في هذه السنة 2019، وعقب سنة إن شاء الله فقرتنا حلقتنا الجاية إن شاء الله. نتمنى لكم مستمعينا كل سعادة وخير، والله ينولكم اللي في بالكم إن شاء الله في السنة الجديدة. ذكر الجميع إذا حاب يحط أهداف، يحط أشياء يتمناها إن شاء الله، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون أجمل وأحلى للجميع وبصحة وسعادة إن شاء الله للجميع. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، وفي التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد. يعطيكم ألف عافية. نتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله مقدما. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله على السنة الجديدة إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.